امرأة بألف رجل، هكذا لقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشابة المغربية سلمى. ولكن برأيكم مشاهدينا، ما السبب الذي دفعهم لهذه التسمية؟ دعونا نكتشف. فيديوهات سلمى اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب مشاهدينا مساعدتها لوالدها في أعمال البناء الشاقة والصعبة. فسلمى تحمل أكياس الإسمنت وتشارك والدها في جميع المهام المتعلقة بالبناء، ولذلك ضربوا بسلمى المثل في المرأة القوية. فلنشاهد هذا الفيديو. هذه المقاطع مشاهدينا حصلت على أكثر من 6 ملايين مشاهدة. أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الموضوع وكتبوا تغريدات عديدة، وأبرز هذه التغريدات. البداية مع قصي، حيث غرد وقال: تستحق اللقب بجدارة، ربي يحفظ لها أبيها. بينما نور غردت وقالت: تصحيح، امرأة بألف امرأة، لأن القوة لا تقاس بالرجال. تغريدة أخرى مع محمد، حيث غرد وقال: إلى أنه يوجد الكثير مثلها يساعدن أزواجهن أو أهلهن، بس الفرق أنهن لا يظهرن على السوشيال ميديا. مشاهدينا، هل أنتم مع أم ضد فكرة مشاركة المرأة في أعمال البناء؟